عايزك بقى تقول لي كل حاجة عن اللي اسمهم صابر وحامد. يعني تحت أمر جنابك. الاتنين دول اللي اسمهم صابر وحامد عايز أسمع خبرهم مع بعض. يعني تبعتوا لهم مجموعتين في نفس التوقيت. مفهوم؟ مفهوم. خشوا من هنا. خش. قوم يا فلاح انت هنا. ايه ما بتسمعش؟ بقول لك قوم تعالى هنا. الله 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 الله. على فين يا خواجات؟ اسمع، اللي يخصكم في البلد دي هي القلعة دي، لأنها بتاعت المماليك ونكسة زيهم وزيكم، لكن الأرض دي أرضاني وأنا لسه منقي منها الدودة ومش عايز فيها نجاسة. مشي. هم علموكوا في بلدكوا تعملوها كده في السكك؟ اصل احنا عندنا اللي بيعملها كده في السكه بنوكلوها له. يجري حصان اخواتي. صابر 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 صابر، ما تخافش يا اخويا، ما تخافش ما تخافش. مش ابوك اخاف؟ انت لو شايف اللي انا شايفه هتتمنى تبقى مكاني يا صابر. دي احلى موتة يا حامد. لا يا صابر. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.